بالأستاذة بسنت فهم الخبيرة الاقتصادية عضو مجلس النواب السابق. أهلا بحضرتك. أهلا بيك يا فندم، صاحب الخير. صباح الفل منورانا، ولو حضرتك تشاركينا الرأي إزاي هذه الفترة اللي ممكن تكون بتعدي على بعض الناس بصعوبة، واحد كان بيشتغل شغلتين، في شغلانة اتقطعت منه فهو شغال شغلانة واحدة، أو مرتبه قل أو أمور أخرى، إزاي نتعامل في ظل كورونا اقتصاديا مع بيوتنا؟ مش عايزين نتكلم كلام على مستوى البلد، لكن على مستوى بيوتنا وحياتنا الخاصة. يعني لازم نبقى عارفين كلنا ان كورونا مش فترة وهتعدي. كورونا غيرت اسلوب ادارة العالم، وعلى رأسه اسلوب ادارة الاعمال والاقتصاد، من اول الاعمال متناهية الصغر للمتوسطة للكبيرة للضخمة. ليه؟ ثبت عمليا ان سهل جدا ان الناس تقدر تدير، هناخد الكبار البنوك والمؤسسات الضخمة، ثبت عمليا انها تقدر تدير اعمالها بعدد موظفين اقل بكثير، بمكاتب ادارية اقل بكثير، وان كل الفترة اللي جاية دي الناس هتشتغل اغلبها من منازلها او من اماكن هي تقعد فيها براحتها يعني. فده يخفض التكلفة على الشركات وعلى البنوك وعلى المؤسسات، كل ما يمكن ان يقام عن بعد هيبتدي يظهر. وده مش معناه ان لما كورونا هتخلص هنرجع زي ما كنا، لا. كورونا انا من وجهة نظري دي مرحلة هائلة في حياتنا كبني ادمين، نحن بننتقل للعصر التكنولوجي، العصر الذكاء الاصطناعي، عصر مش هيبقى كله بيستخدم ايدي البني ادمين، لا، المكن هيقوم بدور اكبر بكتير. صحيح البني ادمين هم اللي بيخترعوا وبيدوروا، لكن مساله نعين بالعدد الهائله ونجيب مكاتب ونصرف عليها ونامن عليها، كل ده ثبت انه مصروف او انفاق او تكاليف على الشركات والبنوك ملهاش لزوم. ودي حاجه يا استاذه بسنت، ودي حاجه ايجابيه، يعني الناس اللي هي بتقول طب احنا هتستخدموا المكن بدلنا، يبقى تستغنوا عن الناس، يبقى احنا كده مش هنشتغل ونقعد في البيت. لا 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 لا، مش هيستغنوا عن الناس، يعني الناس مش هتشتغل، الناس هتشتغل بطريقه ثانيه. ما هو زمان برضو لو تتبعت التكنولوجيا هتلاقي من الاول برضو ما كانوا في الزراعه مثلا كان يقول لك انتوا عملتوا مكن، طب الفلاحين يشتغلوا في ايه؟ لا، ما ده مش ده الموضوع، بالعكس الفلاحين بيشتغلوا بطرق اخرى، لكن الماكينات اساسيه. يعني عايز اقول إن التكنولوجيا هتلعب دور أساسي في إدارة الاقتصاديات والدول وحياتنا كلها، ولذلك أتمنى إن الشباب يبتدوا يطلعوا على هذا الكلام ويتدربوا إزاي هيقدروا يشتغلوا في ظل هذا العصر المختلف. ولذلك تلاحظي إحنا في مصر السيد الرئيس أول ما نتكلم عن بناء المدن الإيه؟ الذكية. مفيش حاجة اسمها زي زمان، كل القطارات بتمشي لوحدها، الطيارات دلوقتي بيحاولوا يطيروها لوحدها من غير طائرة، وهكذا هتنزلي بقى على الصناعة ثم الزراعة إلى آخره. إيه اللي مطلوب مننا؟ مطلوب إن إحنا نوعي الشباب وندربهم تدريب كويس قوي، إزاي هيقدروا يشتغلوا في العالم المتغير ده. طبعا. بنتمنى يعني بنتمنى يا أستاذة بسنت إن يكون يعني تغيير المفاهيم اللي حصلت بسبب كورونا تكون بسبب فايدة تكون تسبب فايدة للبشرية كلها. إحنا بنشكر حضرتك لمداخلتك معانا أستاذة بسنت فهم الخبيرة الاقتصادية عضو مجلس النواب السابق، ألف شكر لحضرتك.